السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا اليوم. غادي نوجد معكم السمان الحر، بما أننا مقبلين على شهر رمضان الكريم. كنت غادي نحضره في البيت، قلت علاش لي ما نصوروش ونشارك معكم هذا السمان الحار هذا، أو السمان البلدي. غادي نحتاجو فيه، نحتاج عندي هنايا 1 كيلو زبدة، وهذا عندي كيلو ديال الزبدة، وغادي نحتاج فيه الملح الخشن او الملح اللي كان نعملوه من الزيتون. صافي، هادو طريقة بسيطة سهلة، تقدروا تعدلوها، تعدلوا السمن ديالكم او باش يحرى اللي ضغيان. انا غادي تبعوا معايا الطريقة وغادي تشوفوا شنو غادي نعمل، باش من هنا لشهر رمضان ان شاء الله يا ربي غادي يكون حرار. وكاين اللي كيعجبو مثلا من السم بالزعتر، كل واحد وكيفاش كيعجبو السمن. انا غنعدلو غير عادي، غير بالملحه، صافي غير الملح هو اللي غنعمل. اولا بسم الله، غادي نضعت هنايا السمن او الزبده، عفوا الزبده ديالي، زبده نوع حيواني كما قلت لكم، ماشي نباتيه. غادي نغسلها مزيان باش الا كان فيها الحليب ولا شي حاجه غادي نتخلصوا من ديك الحليب. غنجيب شويه الماء، غنكب هاد الكاس ديال الماء، وغادي نعجن مزيان هاد الزبده في هاد الماء. بسم الله، غير بشويه بشويه. كما كتعرفوا دابا البرد الزبده كتكون مجموعه، غنحاول نفكها غير بشويه عليكم، وانا غير بشويه عليا. وكنقول اهلا وسهلا ومرحبا والف مرحبا كل من انضم الى قناه وصفات منسيه، كنقول له مرحبا بك. صافي، غير شويه هيدا غنشوف واش فيها الحليب ولا لا، حيتاش الحليب ما خصوش يبقى في الزبده هذه، كنظن ما فيها شي، حيتاش انا واحد المره كنت استخدمت واحد النوع كيبقى فيها الحليب بزاف، كيرجع الماء كيرجع ديالك ما كيبقاش بحال هيدا. صافي هذه ما فيها شي، صافي غنخلي هاد الماء هذا نيت، بما ان ما فيهاش شنو ما فيهاش شي الحليب. عندي هنايا هاد الملح الخشن اللي كنعملو نرقدو به الزيتون، وحتى الحامض ملي كنحتاجو الحامض مرقد كنستخدم انا هذا. هذا كيعطينا واحد النتيجة زعالة. هانتوما شحال عملت واحد الحفنة. صافي غادي نحاول نعجن هذا بحال هيدا. غادي نزيد شويه ديال الماء، عندي هنايا الماء دافي باش يعاونني، دفيت واحد شويه باش الزبده دغيا تطلق معايا، ما تخافوش منه حيتاش دابا الجو بارد الزبده كتكون مجموعه. نخدمو مزيان، صافي بحال هيدا. دابا باش غير نسرع السمن ديالي باش يوجد دغيان، عندي واحد شويه ديال السمن باقي لي، السمن قديم غير شويه شويه باقي لي فواحد الطويصه، غادي نحاول نجمعو. ها هو كما كتشوفوا معايا هذا السمن عندي فيه النسمة، هذا غادي نزيدو على هذا بحال اللي غتقول غنعمل له الخميرة، الخميرة ديال السمن. هذا غادي يسرع العملية ديال السمن ديالي باش يوجد بالزربة. دابا هذا ملي عملت له هذا غير شهر غادي عاد جبرو تنسم رجع النسمة ديال كما كنقولو ديال الحرارة المعروف عندنا حنايا في المغرب السمن الحار. صافي غادي كيما كتشوفوا
الا جبرت شي طرف باقي ماشي ما دخلش فيه الزبده وماشي ارتب ملس، كنحاول نفكه بيدي. ها هو، حتاش ملي كيكون بحال هذا مخدوم، ها كيفاش كتكون، سيكون كامل مخدوم ودخل فيه الملح، وديك الملح حتى هي خصها تذوب شويه ما تبقاش حرشه. واللي بغى يجيه منسم بالزعتر كيعمل واحد الحقنه ديال الزعتر في شي كاس او لا في شي براد، وكيكب عليها المطايب بطلق سبوله، كيخليها حتى كتدفى، وكيعجن بها السمن، حتى هو كيجي مزيون. انا كنت عدلت واحد العام بحال هيداك بالزعتر، جا مزيون. دابا انا بغيتو غير هيدا يكون منسم غير بالملحه، ميكونش فيها الزعتر. هاو بدا كيتخدم، كيبغي الخدمة. ملي كيكون الحال سخون دغيا كيتخدم السمن. دابا الحال بارد شويه كيجي في الخدمه شويه صعيب. انا السمن كيعجبني بزاف في الحريره وفي السكسو، ما كنعترفش انا بالضامه البنه، مره ما كنشريهاش. عندك الضامه ديال البنه والزعفران ملون اصطناعي، ماشي الزعفران الشعره، ملون اصطناعي ما كندخلوش للدار. كنفضل السمن، كيعجبني السمن، مذاق السمن. واخا دابا هذه الزبده ماشي بلديه ديال الزبده بلديه، كنقول الزبده عربيه، الزبده ديال الشركه ديال الحليب، الحق كتجي مزيونه، كتبقى احسن من ديك الضامه ديال البنه وداكشي. هي بدات رجعت مالسه دابا، كتبغي شويه ديال الخاطر. بالحق كتحصلوا على واحد السمن كتكونوا نتوما عاد درتوه في الدار، المذاق ديالو كيجي مزيون. كاين بعض المناطق في المغرب كيعدلوا السمن مذوب، حنايا في الشمال ما كنستخدموهش بزاف، ما مره وقيلا كاع كنستخدموا الاكثريه السمن هذا. كنحاول نخدمو هيدا حيت كنحس باقي بعد الملحة باقا ما دامتشي. صافي، دابا السمن ديالنا هو هذا. غادي نجيب واحد طويسات او القنينات ديال البلاستيك. السمن ما كيصدقش واقيلا حسب التجربات ديالي اللي جربت انا، في الرضام ديال الزاج كنبغي نعملو يحرر في الرضام ديال الزاج، ما كيعطيش النتيجه بحال اللي كيعطي في البلاستيك. اللي عنده شي تجربه ولا شي حاجه، انا كنفضل نبعد على البلاستيك، نشري واحد الانيه الفخار ديال السمن، واني ما كتبش
بما دابا زرب عليا الوقت، قلت انا نعدلو نعملو دابا مبدئيا في هذه، ولا شريتها ديك الساعه نعملو فيها ديال الفخار. صافي غنجيب طويسات غير بحال هادو غير صغارين. صافي غنعملو هيدا باش يحيد منو ديك الماء، نحطو في الطويسة بحال اللي كيتعصر. ملي كنعملو هيدا بحال اللي كيتعصر. غنجيب اخرى صافي، غنكمل نجمع هادشي. هاد الماء غادي نسيبو ونرجعو تشوف معايا السمن. صافي هو هذا السمن كما كتشوفوا معايا. بالنسبه انا هذا عدلته، انا نط طياب من الحريره ونسكسو. بالنسبه كاينين الناس اللي كيعجبهم في السمن، كيعجبهم في الخبز بالسمن البلدي، هادو كيتفادوا شويه، نقصوا شويه الملاح. وبالنسبه للملحه ما يعملوهاش، هيدا كيدوبوها في الماء ويصفيوها ويعجنوه غير بديك الماء ديال الملح، هذيك ملحوظه باش ما يجيهمش يتفادوا شي فتوات ديال الملح يجي فيه. كتعرفوا الملح ملي كتجي في الفم بالنسبه للناس، وخصوص الناس اللي ما عندهمش مع الملح بزاف، يعملوا غير شويه ديال الملح يدوبوها في الماء مزيان حتى تذوب ويصفيوها بالصفايه. هذاك الماء اللي حصلوا عليه هو اللي عجنوا به السمن، وما يكثروش في الملحه. انا هنايا كثرت الملحه وخليتها هيداك، ما صفيتها ما والو، حيت ما حتى واحد في الدار عندي ما كياكلو. غادي نعملو غير في السكسو وفي الحريره ان شاء الله في رمضان. نتمنى هاد الوصفه اليوم تعجبكم، واشتركوا في القناه اللي باقي ما اشتركش في القناه، فعل زر الجرس باش يوصلك دائما الجديد. ومع السلامه في وصفه مقبله ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله وحفظه.